التمسك التمسك بدين الله القويم، الثبات الثبات على هذا الدين. علينا أن نستقيم على دين الله جل وعلا بحق، وأن نحذر من الاختلاف على دين الله، وأن نحذر من اتباع الأهواء. فكم من الناس قدموا أهواءهم وفرقوا الحق وفرقوا دعوة أهل السنة من أجل الأهواء ومن أجل الحظوظ عياذا بالله جل وعلا. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أمر الله نبيه أن يصدع بإيمانه بجميع الكتب، بما أنزله الله عليه من القرآن، وبما أنزل على الأنبياء من الكتب السابقة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم